مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلاص فريقنا وصل للنيجر امبارح بالليل، والنهاردة الظهر أجروا المسحة الطبية، وطبعا ده استعدادا لمباراة سوني داب في النيجر بعد بكرة. يمكن كلام مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ مطمن جدا، أو يطمن جدا الجماهير الحقيقة، أنه الفريق بيسعى أن هو يبدأ ضربة بداية قوية جدا في مشوار بطولة أفريقيا نحو اللقب العاشر، وأنه مباراة سوني داب طبعا هيتم التعامل معها بكل احترام، زي طبعا ما النادي الاهلي بيتعامل مع اي مباراه. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نستسهل الخصم او غيره. وكمان قال انه كل اللعيبه عندها دوافع قويه جدا نحو اللقب العاشر، احنا مش بعناش، يعني مش خدنا البطوله التاسعه بقى وهنهدى، لا، في دوافع قويه جدا عند كل اللعيبه بتترجم طبعا لنتائج قويه وايجابيه ان شاء الله الفتره اللي جايه علشان نقدر ناخد بطوله افريقيا العاشره. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه، وبالتاكيد على مدار الحلقه هنروح للنيجر نتعرف على اخر اخبار فرقتنا. بس خلينا نقول ان النسخه السنه دي غير، والبدايه صحيح ان النادي الاهلي في كل بطوله بيلعبها وخصوصا في دوري الابطال بيكون احد الفرق المرشحه، ان لم يكن المرشح الاول للفوز بالبطوله، لكن السنه دي انت بتلعب بصفتك البطل، ودي بتفرق كتير جدا، واعتقد بتخلق او بتزود دوافع جديده عند اللاعبين، بالاضافه كمان لانه في عدد كبير من اللعيبه اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي، وخصوصا بعد الصفقات الجديده وبعد العوده من الاعارات، ما حققوش البطوله قبل كده. كونك انك تخوض البطوله دي مع فريق حامل لقب اعتقد بيمثل دافع كمان ليك عشان تحقق بطوله جديده. كل التوفيق للاهلي في بدايه مشواره اللي ما اعتقدش ان هو هيكون سهل على الاطلاق، واعتقد ان المنافسه السنه دي ممكن تكون اصعب بكتير من المنافسات اللي خاضها النادي الاهلي في الموسم الاخير، لكن ان شاء الله باذن الله رهاننا على رجالتنا كبير جدا. خلونا نبتدي حلقتنا مع حضراتكم، ونفكركم كمان بسؤال اللي هيفضل مر معانا لغايه لقاء الاهلي وسوني داب، مين افضل لاعب او مين افضل ثلاث لاعبين في النادي الاهلي من وجهه نظرك في مباراه الاهلي الاخيره، الاهلي وغزل المحله. حتى اللحظه التصويت رايح بشكل كبير جدا، والمركز الاول شبه محسوم، مش هقول حسم خلاص، هقول شبه محسوم، لانه محمد شريف الحقيقه قدر ياخد عدد كبير جدا من الاصوات، يبقى الحسم على المركزين الثاني والثالث، ودول الحقيقه المنافسه فيهم كبيره جدا ما بين معلول وما بين بدر بنون وما بين ايمن اشرف. نستنى تصويت حضراتكم عشان نعرف مين افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي وغزل المحله. نبتدي مع حضراتكم حلقه النهارده واهم الاخبار والعناوين. الخطيب يطمئن على بعثه الاهلي بالنايجر. الاهلي يجري مسحه طبيه ويتدرب اليوم استعدادا لسوني داب. عبد الحفيظ بيقول نسعى لضربه بدايه قويه في مشوارنا نحو البطوله العاشره. رئيس نادي سوني داب يزور بعثه الاهلي في فندق الاقامه. وفاه الالماني فايتسا مدرب الاهلي السابق. صلاح الافضل في البريمير ليج لعام 2020 بتصويت الجماهير. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. ست ساعات كانت مده الرحله اللي قطعتها فرقتنا عشان توصل للنايجر عشان تستعد ان شاء الله لمقابله سوني داب بطل النايجر يوم الاربعاء ان شاء الله في بدايه مشوار الاهلي في نسخه جديده من بطوله دوري الابطال، نتمناها نسخه ناجحه، ونتبنى اضافه الرقم 10 او النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. على فكره وصلنا للنجمه العاشره، ده مش بس الحقيقه هيكون انجاز في حد ذاته ان احنا نكون بننفرد ب 10 القاب، لكن ده معناه ان احنا كمركز اول من حيث عدد القاب بطوله دوري الابطال بنعتبر قد الفرقتين اصحاب المركز الثاني والثالث. يعني احنا الحقيقه يمكن، وزي ما حضراتكم شايفين اللقطات اللي على الهواء دلوقتي، ده بدايه مران النادي الاهلي اللي ابتدى يمكن من حوالي نص ساعه تقريبا، وهيستمر على مدار الفتره اللي جايه، وهنتابع طبعا الفرقه على مدار التدريب بتاعها النهارده ونطمن على كل اخبارها. وخليني ابتدي الحقيقه من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي كان حريص على انه يتصل بسيد عبد الحفيظ مدير الكوره عشان يطمئن على بعثه الفريق الاول لكره القدم اول ما وصلت للنايجر، بهدف طبعا مواجهه سوني داب بطل النايجر في دور ال 32 من دوري الابطال. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال انه الكابتن خطيب حريص على متابعه اخبار الفريق وحريص على الاطمئنان على حاله كل اللاعبين وكل الترتيبات الخاصه بالمباراه، وتمنى السلامه لكافه افراد البعثه، وانه ان شاء الله باذن الله طبعا يكون التوفيق حليف لنادي الاهلي في بدايه مشواره بالبطوله اللي توج بلقبها للمره التاسعه في تاريخه. الحقيقه يمكن مجلس اداره كابتن محمود الخطيب كان قام بتكليف سيد عبد الحفيظ بتولي رئاسه البعثه بدلا من محمد الضماطي عضو مجلس الاداره بعد
ما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى له طبعا الشفاء العاجل وألف سلامة عليه. ووصلت البعثة زي ما قلت لحضراتكم مساء أمس، وبتخوض أو بيخوض الفريق المران الأول النهاردة استعدادا للمباراة المفترض أنها هتتلعب يوم الأربعاء على استاد الجنرال سيني كونشي في العاصمة نيامي. طيب زي ما قلنا لحضراتكم يمكن في بداية الحلقة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى مسحة طبية النهاردة الظهر في فندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر، وده استعدادا طبعا لمواجهة سوني داب المقرر ليها بعد بكرة يوم الأربعاء في ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا. لعبوا الفريق والجهاز الفني أجروا المسحة الطبية دي وفقا طبعا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، واللي بيؤكد طبعا ضرورة إجراء مساحات طبية قبل المباريات الرسميه للكشف عن فيروس كورونا. المفروض الاهلي هيخوض تدريبه الاول في نيامي النهارده فعلا على ملعب الجنرال ساني كونشي اللي هتقام عليه مباراه الفريق قدام سوني داب، ومن المقرر ان الاهلي يؤدي تدريبه على ملعب المباراه دي النهارده الساعه 4:30 توقيت النيجر و5:30 توقيت القاهره. يعني التدريب المفروض شغال دلوقتي، وده طبعا لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب بكره يوم الثلاث، وده بسبب انشغال الملعب بمباراه في بطولة الكونفدرالية. طبعا احنا بنتكلم على جيل كامل من لاعيبة النادي الاهلي، يعني مش يعني ما عنديش احصاء دقيق، لكن خليني اقول انه 90% من قوام الفرقة اللي بتلعب في النسخة العاشرة ما خدش البطولة، او مش 90% خلينا نقول 70% باستثناء طبعا الجيل حقق السنة اللي فاتت البطولة، لكن أغلب اللعيبة ما شاركتش قبل كده في تحقيق البطولة، وخصوصا طبعا الصفقات الجديدة سواء بدر أو ففي دوافع كتيرة بالنسبة لكل اللعيبة دي طبعا عايزة كله عايز يكتب اسمه في تاريخ النادي الأهلي إن هو واخد بطولة أفريقيا أكيد، وخصوصا إنه الطريق وأنت داخل بتلعب مع حامل لقب بيعتبر إلى حد كبير جدا عندك فرصة كبيرة، يعني دايما حامل لقب والأهلي الحقيقة دايما بيكون مرشح أول حتى ولم يكن حامل اللقب، لكن السنه دي انت بتخش كاهلي نادي القرن الافريقي وبتخش كمان كحامل لقب النسخه الاخيره، وبالتالي ده في حد ذاته بيكون دافع كبير جدا، وده يمكن واحده من الرسائل اللي اكد عليها كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، وقال انه الفريق الحقيقه بيسعى لتحقيق ضربه بدايه قويه جدا في بدايه المشوار في النسخه الجديده من دوري الابطال ابطال افريقيا بعد بكره ان شاء الله ما يقابل سوني داب في دور ال 32. خدوا بال حضراتكم انه المواجهه دي مش بس ليها علاقة بفكرة التأهل للأدوار اللي جاية أو تخطي عقبة سوني داب بطل النيجر، لأنه أنا بعتقد طبعا قياسا بمشوار الأهلي نجح في البطولة الأخيرة أعتقد دي يمكن ما تكونش عقبة كبيرة، وإن كانت طبعا المباراة تحتمل أنها تكون مفتوحة على كل السيناريوهات، لكن لابد من التعامل معها بجدية، لكن الأهم أنك أنت تبعت رسالة العرض اللي هيقدمه النادي الأهلي والنتيجة اللي يقدر من خلالها النادي الأهلي أنه يتأهل ذهابا وإيابا، أعتقد دي هتكون رسالة لكل المنافسين وكل من لديه طموح في منافسة النادي الأهلي على لقب البطولة السنة دي، وده الكلام اللي أكد عليه كابتن سيد عبد الحفيظ، وقال أنه كل لعيبة النادي الأهلي عندها رغبة شديدة جدا في أنها تبتدي مشوار البطولة بداية قوية جدا، وتسعى إن شاء الله من خلال الموسم ده أنها تحقق النجمة العاشرة. طيب نروح لرئيس نادي سوني داب تقريبا بطل النيجر اللي حرص طبعا على زياره بعثه الفريق النهارده الظهر في الفندق النهارده الظهر، وكمان التقى بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ورئيس البعثه مؤكدا اعتزازه وتقديره للنادي الاهلي واستعداد سوني داب طبعا التام لتلبيه اي طلبات لبطل افريقيا سواء كانت متعلقه بكره القدم او باي حاجه ثانيه. ويمكن قدم رئيس نادي سوني داب التهنئه طبعا للاهلي وجماهيره ومسؤوليه على اللقب التاسع اللي تحقق مؤخرا لدوري ابطال افريقيا، وقال في حديثه مع كابتن سيد عبد الحفيظ ان كره القدم مكسب وخساره، لكن بتبقى العلاقات الطيبه بين الانديه هي اللي باقيه، خاصه لما يكون نادي بحجم النادي الاهلي، وطبعا ده شرف كبير لسوني داب ولكره القدم في النيجر على حسب كلامه. وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وجه الشكر لرئيس نادي سوني داب على اللفته الرائعه دي اللي بتنم عن التعامل بشكل احترافي وراقي من جانب طبعا رئيس نادي سوني داب، ووجه الشكر ليه على حسن الضيافه والاستقبال، وقال طبعا انه هيلقى نفس المعامله في القاهره اللي تليق بيه وتليق بناديه، وهتبقى طبعا العلاقات ممتده بعيدا عن المنافسه داخل الملعب. طبعا يمكن الحقيقه ده الجزء الوجه الاخر
الرياضه. والحقيقه في شعور بالفخر بعيدا عن انتماء الواحد للنادي الاهلي يا ساره بفكره انه النادي الاهلي نادي مصري. الحقيقه النادي الاهلي خير سفير للكره المصريه وللرياضه المصريه بشكل عام، وما اعتقدش انه حصلت قبل كده على مدار التاريخ اي اساءه من اي نوع او اي مشكله من اي نوع، مش هقول اساءه، خليني اقول اي مشكله من اي نوع مع اي نادي في يعني القاره الافريقيه بشكل كامل. بالعكس كانت الحقيقه كل دوله بيحضر فيها النادي الاهلي كان بيبقى فيه معامله راقيه ومعامله محترمه، وكانت بتبقى المعامله دايما بالمثل، وده واحد من الادوار المفترض ان الرياضه تلعبها. فكره انه يعني تحسين العلاقات بين الشعوب وبعضها وتحسين العلاقات بين الدول وبعضها، واعتقد انه الاهلي ناجح في ده بشكل كبير. النهارده الحقيقه رحل عن عالمنا واحد من ايقونات اللي تولى تدريب النادي الاهلي، اسم كبير جدا في عالم التدريب، ديتريتش فايتسا المدير الفني السابق للاهلي واللي تولى كمان مسؤوليه منتخب مصر. ديتريتش فايتسا توفى عن عمر يناهز 86 عام، وزي ما ذكرت صحيفه كيكر الالمانيه خبر وفاه مدرب الاهلي اللي تولى المسؤوليه موسم 89-90. ويمكن في الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه النادي الاهلي كان فايتسا نجح في قياده الاهلي للتتويج بثنائيه الدوري وكاس مصر والكاس افرو اسيويه للانديه، واتنقل بعدها عشان يدرب منتخبات مصر سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي بعد رحيل كابتن محمود الجوهري طبعا بعد المونديال الشهير مونديال 1990. لكن للاسف يعني رحل الالماني عن تدريب الفراعنه سريعا بعد اداء ضعيف قدمه في بطوله الالعاب الافريقيه اللي استضافتها مصر. كانت اخر المحطات التدريبيه لفايتسا مع منتخب ليشنشتاين سنه 96، والحقيقه يمكن هو كان ليه مشوار ناجح جدا. يعني فايتسا الحقيقه سواء كنا بنتكلم على الدوري الالماني او الاتحاد الالماني لكره القدم، يمكن كانت اكثر او ابرز او اهم نجاحاته كانت الفوز بالكاس مرتين، مره مع انتراخت فرانكفورت في سنه 74 وسنه 75، كمان تحت قيادته تاهل فرانكفورت لسنه 76 لنصف نهائي في كاس الكؤوس الاوروبيه، وللاسف خسر في الدور ده على ايد ويست هام يونايتد قبل ما ينجح في انه يقود منتخب المانيا للناشئين بدايه من 78 ولغايه 1983، وفاز ببطوله اوروبا وكاس العالم للناشئين. يمكن كنت بقول لك وانا بشوف فايتسا يعني عمل ايه، لقيت انه الحقيقه كمان رائد ومفكر الحقيقه، ودخل فكر جديد للكره المصريه، ويمكن هو اللي دخل طريقه لعب 3-5-2 اللي ما كانتش الكره المصريه عارفاها قبل كده، وقدرنا بعد كده ان احنا نحقق نجاحات كبيره قوي في الكره المصريه بالطريقه دي، وحتى بعد كده المنتخب بالطريقه دي قدر ان هو ياخد بطوله افريقيا 4 مرات. يعني فكر مش مجرد مدرب يا احمد. طبعا فايتسا هم عموما يعني المدربين الألمان مع النادي الأهلي، هم الألمان الحقيقة مدرسة في كرة القدم عموما، يعني مش بس بتكلم على فايتسا، لكن الألمان ليهم مدرسة وليهم منهج كده في التعامل مع كرة القدم على وجه التحديد بشكل مختلف تماما عن العالم كله. يمكن على الرغم من أنه ألمانيا ما عندهاش الكم الكبير جدا من المهارات، لكن عندهم قدرة على النجاح في إدارة اللعبة بشكل كبير جدا، وده يترجم بشكل واضح في إنجازات المنتخب الألماني والأندية الألمانية على مستوى طبعا القارة الأوروبية. لما نيجي نقارن ألمانيا على مثلا على مستوى المواهب مع بلد زي الأرجنتين، مع بلد زي البرازيل، نلاقي مع دوريات قوية زي الدوريات الأسبانية زي الدوري الإيطالي، هنجد أنه لا هم مش في ترتيب متقدم قوي. لكن لما نيجي نقيس حجم الإنجازات اللي بتحققها منتخبات ألمانيا وأندية ألمانيا على مستوى العالم، لقيهم الحقيقة أنه يمكن دايما بيحتلوا الصدارة، وده يعود لفكرهم في إدارة كرة القدم. نروح بقى لفخر العرب، مو صلاح المصري محمد صلاح نجم ليفربول اللي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، وده طبعا بتصويت الجماهير. يمكن ذكرت صحيفة ميرور أن صلاح تفوق على كل المنافسين وحصد جائزة الأفضل في البريمير ليج عن عام 2020 بتصويت الجماهير، وده جه بعد مقاد صلاح ليفربول للظفر بلقب البريمير ليج لأول مرة من 30 سنة. ويمكن صلاح كمان كان تمكن من قبل كده من تسجيل 19 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم اللي فات، وقدم 10 تمريرات حاسمة. وبمناسبة الحديث عن صلاح يا أحمد، أنا شفت امبارح تقارير صحفية إسبانية كتير بتتكلم على أنه صلاح قرب جدا من هو يروح ريال مدريد، طبعا لسه مفيش أي حاجة مؤكدة، ولكن في استغراب حول العالم أساسا من تصريحات صلاح لجريدة أس الإسبانية، واللي يمكن كنا بنتكلم عليها من يومين
يومين، وان هو كان بيقول انه يعني برشلونه وريال مدريد يعني فريقين كبار، ولكن فكره الرحيل لسه ده في ايد النادي، وهنشوف النادي هيقول ايه. يعني ما نفاش زي كل مره، ما قالش انه لا ما فيش انا مكمل مع ليفربول او كده، يعني في كلام كتير، في علامات استفهام كتير، وبيقولوا الاقرب طبعا هو ريال مدريد، وكمان انه في حاله غضب، يعني الكلام ان في حاله غضب من محمد صلاح داخل صفوف ليفربول، وخصوصا بعد موضوع شاره الكابتن لما ما لبسهاش في ماتش الشامبيونز ليج، كان ارنولد تقريبا صح؟ مش متذكر مين اللي كان لابس الشاره، بس انا اعتقد انها خطوه صعبه جدا وقرار صعب جدا. وخدي بالك انه صلاح في خلال ثلاث مواسم قضاهم مع ليفربول اصبح اسطوره وحقق نجاحات على مستوى شخصيه وعلى مستوى نادي، اعتقد انه صعب جدا انها تتكرر مره ثانيه. كسر عدد كبير جدا من الارقام القياسيه، وبالتالي قراره بالانتقال لفريق تاني مهما كان حجم الفريق ده ومهما كانت فرص نجاحه، انا متصور ان هو قرار صعب على صلاح نفسه قبل ما يكون طبعا على اي حد تاني. وناخد بالنا انه في لاعبين ما حدش يختلف على مهاراتهم ولا على امكانياتهم، انتقالهم من انديه تالقوا فيها ونجحوا فيها بشكل كبير لانديه تانيه كانت كبيره جدا من حيث التاريخ ومن حيث الالقاب، ما ادهمش نفس النتيجه. وعلى سبيل المثال، مش على سبيل الحصر، مثلا بوجبا كان نجم الحقيقه، يمكن لفت الانظار بشكل كبير جدا في اليوفي، ومع انتقاله لمانشستر يونايتد محدش حس ببوجبا اللي كان موجود في اليوفي. هو اصلا متضايق وعايز يمشي كمان من مانشستر. انا عارف طبعا في كلام كتير انه رايولا كان بيقول الوكيل، وفي كوتينيو مع ليفربول كان واحد يمكن ان ما كانش اهم لاعب في الفريق في التوقيت ده، ومع انتقاله للبارسا وبعدها للبايرن وبعد كده رجوعه للبارسا ما شفناش كوتينيو اللي كان متوهج بشكل كبير جدا في الليفر. عشان كده بقول لك انه القرار صعب جدا، لكن ده مش معناه انه صلاح لو راح ريال مدريد او البارسا انه مش ممكن ما يكونش تجربه ناجحه، لكن انا بتكلم على صعوبه القرار. بالمناسبه واحنا بنتكلم على صلاح، الحقيقه وبعيدا عن الرياضه بقى وبعيدا عن الاستفتاءات وافضل لاعب واحسن جايزه والكلام ده كله، انا الحقيقه ودي حاجه بحسها جدا بتعبر عن انتماء كبير جدا وروح وطنيه كبيره جدا من محمد صلاح، لانه في كل مناسبه يا ساره بيفوز بيها بطل مصري في رياضه ايا كانت الرياضه ايه او ايا كانت البطوله ايه او ايا كان اسم البطل المصري، في اي لحظه بيترفع فيها علم مصر، واحنا عارفين حجم المتابعه اللي بيحظى بيها نجم بحجم محمد صلاح، دايما لازم نلاقي محمد صلاح ليه بوست او ليه تويت بيهني فيها البطل المصري على الانجاز اللي حققه. ده حصل مع بيج رامي بعد ما فاز ببطوله مستر اولمبيا، كتب محمد صلاح تهنئه لرامي السباعي على فوزه باللقب، وده الحقيقه بيعبر عن او بيعكس انتماء كبير جدا من محمد صلاح لمصر وللمصريين. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره ثانيه في السادسه. برحب بحضراتكم مره ثانيه، والحقيقه انه كريستيانو رونالدو يعني بيواصل الانجازات، يعني امبارح يمكن توج بجائزه القدم الذهبيه لاول مره في تاريخه، وهو كده كده اللاعب اللي بيفوز بالجائزه دي او بيتوج بيها بتبقى مره واحده بس في تاريخه. ايه الجائزه دي او بتتحسب ازاي؟ على حسب اللاعب انجازاته الفرديه على المستوى الفردي، وبرده على المستوى طبعا الجماعي مع فريقه، وكمان شخصيه اللاعب قد ايه مؤثره في الفريق اللي هو بيلعب فيه. طبعا يعني رونالدو اكيد عامل فرق كبير مع يوفنتوس الموسم ده والموسم اللي فات، ولازم شرط اساسي في الجائزه دي ان يكون اللاعب 28 سنه فيما فوق، ما ينفعش يكون اصغر من كده. الحقيقه انه رونالدو تفوق على ناس كتير، هو بيتم ترشيح الاول من قبل لجنه من الصحفيين 10 اسماء من اللعيبه اللي فيها المواصفات اللي بقول لحضراتكم عليها، وبعدين بيبقى في تصويت بعد كده اونلاين او على الانترنت، بيقدر بقى اي حد ان هو يصوت للاعب الافضل بالنسبه له. وكان طبعا كريستيانو رونالدو الجايزه من نصيبه والموسم ده او السنه دي، وقدر الحقيقه ان هو بعد كده بيطبع اثار قدميه او رجليه على ممشى المشاهير اللي بيكون في مونت كارلو، وبيفوز بس مره واحده، يعني اي لاعب بيفوز بالجائزه دي مره واحده بس في تاريخه. وفي الحقيقه في اسماء كبيره قوي وكثيره قوي كانت فازت بالجائزه دي قبل كده، زي رونالدو البرازيلي طبعا، رونالدينيو، كافاني، ومودريتش، والكثير طبعا من اللعيبه. كريستيانو رونالدو مكمل في انجازاته، والحقيقه مفيش حاجه اسمها السن خلاص مع لعيبه كبار زي رونالدو وزي ميسي وغيرهم كتير. الحقيقه خلينا نتكلم اكتر الحقيقه مع صحفي برتغالي، الحقيقه اسمه باسكوال سوزا، الصحفي بجريده ابولا البرتغاليه اللي معانا دلوقتي في برنامج السادسه. برحب بيك.
تكي فيلم. طيب خليني ابدا معاك طبعا من كريستيانو رونالدو والانجاز اللي عامله ان هو قدر يتوج بجائزه القدم الذهبيه وتفوق على ناس كتير زي صلاح وميسي وليفاندوفسكي ونيمار، شفت ازاي تتويجه بالجائزه دي؟ قبل أول كل شيء مساء الخير جميعا ومساء الخير لمشاهدينا، أبعث من خلالكم كل التهاني لنادي الأهلي. إنه كان من الطبيعي وإن كان حاصل على 35 سنة أن يكون من هو الحاصل على هذا اللقب، فخلفه كارير طويل ومنذ 15 عام كل المواسم كان هو دائما من المتصدرين، وبالتالي بالنسبة لي كانت نتيجة طبيعية وكان من النتيجة المحببة لقلوبنا جميعا أن يكون قد حصل على اللقب. هو كان لاعب فانتاستيك مميز على مدار 15 عاما متتالية، وبالتالي كان طبيعي حصوله على هذا اللقب. عايزه اسالك كمان، شايف ازاي حاله التوهج الكبيره اللي فيها كريستيانو رونالدو الفتره دي وحاله التالق الكبيره مع نادي يوفنتوس الايطالي؟ هو طبعا في وضعه الانسب هناك، 16 جول في عدد قليل من المباريات، هو بالتالي عمل سيزن مميز، وخاصة ان في يعني الكل في اوروبا وفي العالم ككل يتفقون على ذات الرأي، وكذلك ان الماتشات اللي لعبها في السيلكشن كانت مميزة جدا. والحقيقة ان العام الماضي بتحقيق 37 هدف والسنة دي 16 هدف في 13 مباراة هو رقم كبير، وانا بالتالي ارى ان يعني اشعاعه كنجم يمكنه ان يقدم الكثير والكثير، ولكن بالنسبه لعمره 35 سنه هو يلعب احسن من شباب كثيرين ويتقدم ويقدم لنا الافضل والمزيد كل عام يمضي من عمره. اكيد عايز اعرف منك تعليقك على انه كريستيانو رونالدو جه في المركز الثاني في جائزه ذا بيست او الافضل الموسم ده، شايف النتيجه دي ازاي؟ يعني هل ممكن تكون شايف انه كان الاحق من ليفاندوفسكي اللي فاز بالجائزه، ولا ليفاندوفسكي كان الاحق؟ لا، أنا لست يعني قومي من هذه الجهة، وأقول أن ليفاندوسكي، لا أقول أن ليفاندوسكي لا يستحق اللقب، هو حقق 55 وهو بالتالي هداف ونجم كبير، والحقيقة أنه هو لاعب سوبر وحقق أهداف جميلة، وبالتالي يعني لن اتحيز لمن لابن بلدي، ولكن ما حققه في 2018 مثلا كان الافضل، ولكن ما قدمه السنه دي ليفاندوسكي هو الافضل. وفي البايرن هو لاعب كبير عنده 32 سنه كمان، لاعب كبير سنا، ولكن لم يعني النتيجة لم تكن بالنسبة لي مفاجأة. هو يستحق هذه الجائزة، هذا اللقب، ولكن يعني دايما بنقول نفس الشيء، النهاردة الموسم ده كان لليفاندوفسكي، ولكن هل سيكون ليفاندوفسكي الموسم القادم على نفس المستوى؟ ربما يأخذ اللقب ميسي أو آخر، وبالتالي أنا أرى أنه يستحقه. طيب شايف أنه ريال مدريد تأثر كتير بعد رحيل كريستيانو رونالدو لدوري الإيطالي واليوفنتوس، خصوصا يعني في ظل تراجع مستوى النادي الملكي في الفترة الأخيرة دي، هل شايف أنه في تأثير كبير قوي من رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد؟ نعم أكيد، اليوم نحن لا نرى نقاط يعني يمكننا من خلالها أن نرى أن الريال مدريد هو ما زال عند مستوى، ولكن ريال مدريد، لأني أقول أن الريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو هو ليس نفس المستوى، وأعتقد بالتالي أن مستوى ريال مدريد ليس له أي صلة
بالوضع القائم، لأن ليس هناك لاعبا أبدا يمكنه أن يحقق أكثر من 40 مثل 40 هدف في موسم واحد. يعني حقق 44 هدف الموسم اللي فات، واللي قبله 42. هو لاعب خاص جدا، وبالتالي ريال مدريد ما عندوش سوبر بلاير زيه يعني. طيب لو هتكلم على لو هتكلم على مستوى الليجا او الدوري الاسباني بشكل خاص، شايف قد ايه تاثر، ممكن نقول على نسبه المشاهده، نسبه العائدات او الاعلانات بالنسبه للدوري الاسباني يمكن لحساب الدوري الانجليزي، خصوصا انه كلاسيكو الارض اللي الناس كلها كانت بتستناه بين برشلونه وريال مدريد ما بقاش زي الاول بعد طبعا رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري الاسباني. نعم حقيقي، نعم دي حقائق مؤكدة. يمكننا اليوم أن نتكلم عن ريال مدريد، ولكن ليس على مستوى كرة القدم المميزة جدا الذي كان يقدمه. وبالتالي برشلونة النهاردة يعني برضو يعني لا يمكننا قول الكثير عنه، لأنه في هذه اللحظة برشلونة وريال مدريد يعني أصبحوا غير قادرين على أن يقدموا الكرة التي تقدمها الكرة الإنجليزية، وهذا أمر يؤلمني طبعا، لأنهم يعني وإن كان هذا الأمر يؤلمني لأنهم نوادي على مستوى عالمي، ولكن هم ليسوا على ذات مستواهم، وبالتالي أصبح الاهتمام بالكرة في مباريات أخرى، يعني في مسابقات أخرى. طيب عايزة أروح معاك طبعا لمستر جوزيه أو مستر مانويل جوزيه، طبعا كان مدرب الأهلي فترة كبيرة وقدر أنه يحقق إنجاحات كبيرة مع النادي الأهلي، واحد من أعظم المدربين في تاريخ النادي الأهلي، طبعا هو مدرب البرتغالي. شفت إزاي تجربته مع النادي الأهلي؟ كانت خبرته بالنسبة لي خبرة جميلة جدا. رأيته حين كان في البرتغال وفي نوادي كثيرة يقوم بتدريبهم، ولكن حين ذهب للأهلي كانت كل وسائل الإعلام تتابعه، وعلمنا جميعا كم هو مدرب قوي، لأن النادي كان قوي واللاعبين المصريين كان لديهم كرة مميزة، والعديد من اللاعبين الذين تدربوا في الأهلي على يده أصبحوا نجوم معروفون للعالم جميعا. بشكرك جدا طبعا باسكوال سوزا الصحفي بجريدة أبولا البرتغالية، طبعا يعني إنجاز كبير جدا بالنسبة لكريستيانو رونالدو أنه يفوز بجائزة القدم الذهبية، بتفرق جدا أنه المستوى الإنجازات على المستوى الفردي، غير طبعا لما يكون كمان متألق جدا مع يوفنتوس زي ما احنا شايفين أو مع فريقه على المستوى الجماعي، ودايما اللعيبة الكبار من النوع ده زي رونالدو وميسي وصلاح ونيمار بيبقوا فارق معهم جدا الألقاب الفردية دي في مسيرتهم، سواء جائزة الأفضل أو جائزة القدم الذهبية أو غيره طبعا من الجوائز. طيب احنا طبعا كلنا دلوقتي عينينا رايحة بس على مباراة الأهلي وصني داب يوم الأربع إن شاء الله، ده كل تفكيرنا كل تركيزنا كجماهير للنادي الأهلي. يمكن البعض بيبقى شايف أن البطولة أو المباراة دي سهلة نظريا، ده دور الـ 32 ولسه في الأول وكده، ولكن خلاص يعني إحنا كل حاجة واخدينها بشكل جد جدا. إحنا الحمد لله بعد تحقيق الثلاثية سواء الدوري ودوري أبطال أفريقيا أو كمان كاس مصر، كلنا دلوقتي عايزين أكتر. يعني هو ده جمهور النادي الأهلي، بيطمع للأفضل. الفريق خلاص وصل نايجر يمكن امبارح بالليل والنهارده اتدرب، وكان الحقيقة هنعرف التمرين دلوقتي شغال، وهنعرف كمان أكتر من مراسلنا اللي هيكون معانا كمان شوية، ولكن الحقيقة أنه كل التركيز دلوقتي على أنه مشوار البطولة ده اللي هو بادئ مع موسيماني يكون قوي من البداية. يمكن ده كمان كان كلام كابتن سيد عبد الحفيظ، أنه احنا عايزين نبدأ بداية قوية، وإحنا شايفين أنه لحد دلوقتي الفريق مع موسيماني في مسيرة اسمها اللا هزيمة، الحمد لله ما فيش ولا أي هزيمة من ساعة ما موسيماني مسك الفريق، سواء الثلاث مباريات اللي مسكها في الأول في الدوري المصري أو بعد كده مباريات كاس مصر ومباريات طبعا دوري أبطال أفريقيا. كان في يمكن شوية قلق عند بعض الجماهير بعد إصابة موسيماني فيروس كورونا، وطبعا بنتمنى
خلاله الشفاء، ولكن الحقيقه المدرب كيفن جونسون عامل نفس الشغل. يمكن ده مطمنه لانه بقاله فتره كبيره شغال طبعا مع موسيماني وعارف طريقه تفكيره. موسيماني كمان في حاله من التواصل المستمر مع الفريق ومع طبعا المدربين. كل الحقيقه يمكن مباراه غزل المحله اللي فاتت لا شفنا الفريق بشكل افضل عن مباراه مصر المقاصه، وخصوصا في الشوط الثاني. كان لما كان موسيماني بيتكلم في المؤتمر الصحفي بعد مباراه مصر المقاصه بيتكلم على السلبيات اللي شايفها في المباراه وانه قد ايه المباريات اللي فاتت يمكن كان في بعض السلبيات اللي هو عايز يظبطها مع اللعيبه، قد ايه مثلا الاربعه اللي في الاول او الشق الهجومي او الاربعه في الاول مش متمركزين بشكل كويس، وقال انه ده هيجي مع الوقت لانه طبعا في صفقات جديده وفي لعيبه معارين جداد لسه هينسجموا بشكل اكبر مع الفريق الفتره اللي جايه، وانه لما كان في طبعا الوقوع في خطا الاوفسايد كتير في مباراه مصر المقاصه قال ده انا هفرج اللعيبه على الفيديوز دي علشان يشوفوا ان هم ما يقدروش او ما يكرروش الاخطاء دي بعد كده وما يقعوش في الاخطاء دي اللي يمكن كان بيلعب عليها فريق مصر المقاصه. وشفنا فعلا الفريق بشكل افضل جدا في مباراه غزل المحله وخصوصا في الشوط الثاني. كلنا ثقة الحقيقة بعد الأداء المتميز ده من النادي الأهلي الفترة الأخيرة أنه إن شاء الله مشوار أفريقيا السنة دي هيكون مختلف جدا وهيكون برضو كله إيجابية، وده بقى مشوار موسيماني من أوله. وزي ما يمكن أحمد كان بيقول من شوية لعيبة كتير قوي عندها دوافع كتير أن هي تفوز ببطولة أفريقيا، وإن شاء الله العشرة يا أهلي. بعد الفاصل لسه مكملين السادسة. تشال أقدار أنك أنت في عز فرحتك وأنت في وسط احتفالاتك بتحقيق الثلاثية تلاقي نفسك بتبتدي مشوار جديد، وهو الحقيقة مش مشوار واحد، دول أكتر من مشوار. ابتديت مشوار الدوري العام والحمد لله النتيجة كانت مرضية لحد كبير بعد ما تخطيت عقبة المقاصة وغزل المحلة وحققت السكور أو العلامة الكاملة. وبعد يومين من النهاردة بالظبط نبتدي مشوار النجمة العشرة، وإن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. الحقيقه يمكن ده قدر النادي الاهلي طول عمره، وانت في عز احتفالاتك ببطوله بتبتدي مشوارك في بطوله جديده. صحيح ان يمكن مواجهه بطل النيجر مش مقلقه قوي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، خصوصا انه الحوافز والدوافع عند فرقتنا كبيره جدا، لكن برضو غياب مستر موسيماني وغياب عدد من اللاعبين الاساسيين الى حد ما بيحطنا شويه في حسابات ان شاء الله ما تكونش معقده. خلونا نتكلم على مشوار النادي الاهلي مع واحد من نجومه، كابتن احمد رضوان نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا ومبروك الثلاثيه. ده الشرف ليا ومبروك لكل الاهلاويه. بمناسبه كلامنا عن مشوار افريقيا اسمح لي بس زميلنا فاروق صلاح طبعا جاهز معانا من النيجر نروح له سوا ومع مشاهدي ومتابعي السادسه نطمن على تمرين فريق النادي الاهلي النهارده. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية للكابتن أحمد رضوان واحد من نجوم النادي الأهلي، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. خليني أخد من كلامك بالفعل زميلي العزيز أحمد، هو ده قدر النادي الأهلي وقدر كل من يعمل داخل منظومة النادي الأهلي سواء لاعب سواء كجهاز فني أو كمسؤول في مجلس إدارة. الجميع طبعا بنقفل سريع عن صفحات البطولات لأن بكرة بتاعنا لزمالك الكابتن الخطيب، بكرة ده تحدي جديد وبطولة جديدة، و يعني ان شاء الله بدايه الطريق والمشوار للعشره يكون من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي. طيب خلينا نتعرف معاك على بدايه من لحظه وصول البعثه، يعني تكلمنا على اهم العناوين وطمنا كمان على تمرين فريق النادي الاهلي. انا عارف انه تمرينه النهارده هي التمرينه الاساسيه لانه بكره ملعب المباراه هيكون مشغول بماتش تاني في الكونفدراليه. بالفعل زميل العزيز احمد، يعني انا بكلمك حاليا احنا موجودين في ملعب سيني الجنرال سيني كونيتشي، الملعب اللي هيستضيف احداث اللقاء الذهاب اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي بطل مصر وسونيديب بطل النيجر في مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا. في الوقت اللي انا بكلمك فيه النادي الاهلي بيؤدي مران والاثاثي وكان الاساسي، وكان من المفترض ان المران يكون غدا على هذا الملعب، ولكن لظروف اقامه مباراه في بطوله الكاس الكونفدراليه تقرر ان النادي الاهلي يؤدي مرانه اليوم هنا على هذا الملعب. طبعا يعني احنا عندنا شويه علامات استفهام على ارضيه الملعب، ويعني ارض الملعب كابتن سيد والجهاز الفني يعني واللاعبين يعني لقت حاله استياء من اللاعبين في ارض الملعب.
لكن انت عارف خبرات لعيب النادي الاهلي وشخصيات لعيبه النادي الاهلي انها تتعامل مع كل الظروف ومع كل الاجواء. عشان اقربك من الصوره اكتر زميلي احمد، يعني ومن لحظه وصول الفريق الى النيجر كان بالامس في تمام الساعه 8:30 مساء كان في استقبال البعثه لدى وصولها لمطار ديوري هاماني بنيامي معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه بدوله النيجر، وكان موجود معاه بعض مسؤولي السفاره المصريه وبعض افراد الجاليه المصريه والعربيه هنا في النيجر، كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي. ثم استقال، يعني تم سريعا انهاء الاجراءات، ثم استقال لاعبي النادي الاهلي الحافله والتوجه الى مقر اقامه الفريق اللي بيبعد عن المطار ب10 دقائق. سريعا تناول اللاعبون وجبه العشاء، ثم صعد كل لاعب لغرفته. كابتن سيد عبد الحفيظ زميل احمد انت عارف بيقوم بمجهود كبير جدا بعد ما كلف بمهام رئيس البعثه وعمليه التنسيق المستمره والجلسات المستمره سواء مع مسؤولي السفاره المصريه مع اللاعبين لتذليل وتيسير كل الامور. خليني اقول لك ايضا ان في خطوط اتصال مفتوحه في اكثر من اتجاه، خطوط اتصال من خلال مستر بيتسو موسيماني مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مع الكابتن سامي قمصان مع مستر كيفن جونسون، يعني برضو عشان نقرب الصوره اكثر خطوط اتصال مستمره من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لمتابعه كيف كفه الامور وكيف تسير الامور هنا في النيجر بنيامي. يعني نقدر نقول ده كان اليوم بالامس. اليوم يعني بدا اليوم مع تناول لاعبي النادي الاهلي لوجبه الافطار اللي كانت في تمام الساعه 9 صباحا، ثم كانت المسحه الطبيه من قبل الاتحاد الافريقي، وكان موجود المراقب الطبي سعيد الحسيني المسؤول او المراقب الطبي من قبل الاتحاد الافريقي لاجراء المسحه الطبيه الخاصة باللقاء للاعبي النادي الأهلي وأفراد الجهاز الفني. يعني أثناء المسحة الطبية كان مشهد لقى استحسان الجميع طبعا، هي زيارة محمد تشيجا رئيس مجلس إدارة نادي سونيديب للنادي الأهلي والبعثة النادي الأهلي والتقائه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكان حريص أنه يطمن على كافة الأمور الخاصة ببعثة النادي الأهلي، ويعني أشاد بالنادي الأهلي وكان لنا لقاء معاه واتكلم على أن القرعة لم تكن رحيمة أنه يواجه فريق النادي الأهلي، وأنه يعني في غاية السعادة واللاعبين أنهم بيواجهوا النادي الاهلي زي ما قال بطل القاره الافريقيه وملك القاره الافريقيه، ولكن تبقى المباراه يعني ما بين الفريقين كلها طموح وامال مشروعه. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ تكلم على ان اللقاء بينتهي في 90 دقيقه، لكن العلاقات هي اللي بتمتد لما بعد المباراه، وكانت دي الرساله اللي يعني كان حريص عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يوصلها لرئيس نادي سونيديب، وقال له ان شاء الله المعامله هتكون بالمثل وافضل كمان في القاهره في لقاء الاياب ومع حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. يعني عقب المسحة الطبية كانت وجبة الغداء في تمام الساعة 1:30. يعني عقب وجبة الغداء خليني بقى نقرب من الناحية الفنية شوية، كان في اجتماع مع المستر بيتسو موسيماني مع أفراد الجهاز الفني مع اللاعبين عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس. اجتماع استمر لأكثر من 35 دقيقة أو 40 دقيقة، كان طبعا بيتكلم فيه على بعض الأمور الفنية وبعض الأمور الخاصة بالفريق ومتابعة كافة الأمور. عقب الاجتماع توجه اللاعبين لاستاد سيني كونيتشي اللي هيستضيف أحداث اللقاء في أول مران لفريق النادي الأهلي على هذا الملعب. عايز أطمنك بقى زميل أحمد على حالة اللاعبين، يعني أعتقد ده السؤال الأهم اللي بيشغل بال الجميع. أطمنك يعني نقدر نقول حالة التركيز اللي عند لاعبي النادي الأهلي دي مهم جدا، انك بتفصل تماما ما بين، يعني انت عارف الفصل الزمني ما بين البطوله التاسعه وانطلاق الدوري وانطلاق دوري ابطال افريقيا فصل زمني كان قصير جدا، ولكن لعيبه النادي الاهلي بتملك الكثير من الخبرات والشخصيات انها تقدر تعمل عمليه الفصل. اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه يعني انت تشوف لعيبه النادي الاهلي عندها حاله يعني تركيز ان احنا بندور على بطوله جديده. يعني كان ليا لقاء مع بدر بنون قال قبل ما اجي النادي الاهلي انا عارف ان النادي الاهلي انا لو لعبت 10 بطولات انا مطالب مني ال10 بطولات، ودي كانت نقطه من النقاط المهمه جدا اللي يعني تسهل على بدر بنون عمليه التاقلم والانسجام مع النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بدا التدريب بمحاضره في منتصف الملعب لمستر كيفن جونسون مع اللاعبين والافراد الجهاز الفني. التدريب هيمشي ازاي؟ بدا بمستر ميكيل يانكون فقره تدريب حراسه المرمى، بعض
الجمل والمربعات والجمل الفنيه اللي عايز يطبقها مستر كيفن جونسون في هذا اللقاء كانت مع اللاعبين. في الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا في تقسيمه ما بين فريقين، اطمنك ان كل اللاعبين بحاله جيده. طبعا انت عارف ان النادي الاهلي هيبقى عنده شويه نقص شويه في مركز 10 لغياب محمد مجدي قفشه وايضا غياب ناصر ماهر. هل هكون من الافكار ان ممكن مستر كيفن جونسون بناء على تعليمات مستر بيتسو موسيماني يلعب بثلاثه في نص الملعب او يلعب باثنين رؤوس حربه؟ هتبقى دي طبقا يعني للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. لكن زميل احمد كل الامور على ما يرام. درجه الحراره برضو عشان نتكلم على درجه الحراره، درجه الحراره حاليا 35 درجه. من المتوقع والمنتظر ان درجه الحراره اثناء يوم المباراه هتبقى ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. طيب. طبعا مع ارتفاع درجات الحراره و نسبة الرطوبة كان ليها كلام مع طبيب التغذية الدكتور عبد الرحمن سعيد، قال لي طبعا هيبقى فيه بعض نوعية طعام معينة، نوعية سوائل نظرا لان في درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية الجسم بيفقد الكثير من السوائل والأملاح، هيتم تعويض ده ببعض طبعا الأمور وبعض المشروبات اللي تعوض اللاعبين عن هذه النسبة. طيب إن شاء الله كل الأمور تكون خير وتكون بداية خير زميل أحمد إن شاء الله. خليني أسألك على سوني ديب، هل بيعتبر من الأندية الشعبية في النيجر ولا لا؟ هل ليه جماهيرية وليه جمهور بيسنده ولا لا؟ ترتيبه في المسابقة المحلية هناك إذا كانت بدأت بالفعل ولا لا؟ ويهمني كمان يعني هسيب لك المايك تتكلم، يهمني كمان أعرف أخبار فيروس كورونا في نيجر إيه والإجراءات الاحترازية والوقائية. سريعا فاروق اتفضل. يعني زميل احمد بالنسبه لفيروس كورونا وكوفيد 19 تقدر تقول النسبه هنا في النيجر اقل بكتير جدا من مصر، ولكن احنا يعني متخذين كافه الاجراءات الاحترازيه، والنادي الاهلي مصطحب يعني احد العمال المسؤولين عن عمليه التعقيم نور اللي بيتولى هذا الامر. النادي الاهلي حريص على هذا الامر في اي مكان وفي اي معسكر، لكن في تشديد طبعا على الاجراءات الاحترازيه. لكن نسبه الكورونا يعني عايز اقول لك ان لا اطمنك ان هي نسبه اقل بكتير جدا من يعني ما كنا منتظرين او متوقعين. فريق سوني ديب، بالنسبه لفريق سوني ديب خليني اقول لك ان هو فريق حديث العهد في دوله النيجر، لكن اصبح ليه شعبيه وليه جماهيريه. هو طبعا نادي تاسس عام 2014 وتابع لاحد شركات استخراج الخامات البتروليه. كان ليا اللقاء مع رئيس النادي واتكلمت على ان الفريق في وقت قصير جدا فاز بالدوري في النيجر وفاز بالكاس في النيجر، يعني فاز كان بطل الدوري مرتين وبطل الكاس النيجر ولعب في الكونفدراليه ولعب في دوري ابطال افريقيا. وقال لي جمله، قال لي يعني اتوقع ان لو كانت المباراه بجمهور كان من المنتظر ان امتلاء الاستاد بالجماهير اللي جايه تتفرج على النادي الاهلي. لكن طبعا فريق السوني ديب واحد من الفرق اللي اصبح ليه شعبيه وليه جماهيريه. وبرضه ان انا اقول لك ان هو خلال مبارتين دور ال 64 كان فاز على بطل مقدشيو في هنا في استاد سيني كونيتش بهدفين، ثم فاز في الملعب الصومال بهدفين. لكن فريق مش يعني نقدر فريق ايضا من الفرق القويه في النيجر، وهم يعني بيتكلم على السياسه اللي عندهم، سياسه استقدام المواهب واستخراج المواهب. فريق من الفرق اللي يعني نقدر نقول منظومه منظمه جدا، احد طبعا تابع لاحد الشركات. مش عايزين احنا ان يكون عندنا سن التساهل من اللقاء. لعبت النادي الاهلي مركزه جدا في هذا اللقاء. رئيس النادي طبعا وزيارته لبعثة فريق النادي الاهلي وجه رسائل كتير جدا، وان لعبته ان شاء الله منتظره هذا اللقاء وان هي تواجه فريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي زميلي احمد، وان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله للبطوله العاشره بمشيئه الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من نيجر ومن داخل الملعب اللي بيشهد مران النادي الاهلي. طمنا على اخبار فرقتنا وطمنا الحمد لله على جاهزيه لاعبتنا. مباراة فيها تريكات وفيها يمكن حسب ما كان فاروق بيتكلم كده يمكن ملعب المباراة كمان إلى حد ما يعتبر من الأجيال المتأخرة شوية في ملاعب كرة القدم، ولكن على كل الأحوال الأهلي متعود على ده خصوصا لما بيروح لأفريقيا. مرة تانية برجع لحضراتكم وبرجع مع نجمنا وضيفنا النهارده كابتن أحمد رضوان نجم النادي الأهلي السابق وضيفنا في السادسة. مساء الخير وبعتذر طولنا بس كان مهم جدا نروح لفاروق. لازم نطمن على الفرقة. نطمن على الفرقة طبعا. جمهور الأهلي بيبقى دايما عايز يعرف اخبار الفرقه بتاعته ايه. لا الدنيا تمام، بس هي المشكله طبعا شكلها واضح كده. الملعب شكله سيء جدا، بدائي شويه. فربنا يسهل ان شاء الله تبقى الماتش تبقى ملعب من الطبيعه دي او بالشكل ده ممكن يخلينا نغير طريقه اللعب. من وجهه نظري هدخل معاك الكوره على طول كده يعني موضوع الطريقه ده الملعب ما يغيرلكش طريقه لعب. ياثر عليك ياثر على شغلك لو انت بتبدا من تحت شويه ممكن ياثر على الباص بتاعك على الاستلام.
مستر موسيماني من ساعه ما جه واحنا حاسين ان الكره دايما من رجل لرجل، الاعتماد على الكور الطويله قليل في اضيق الحدود، فبيتهيألي ممكن ده يعني يتعبنا شويه اذا كنا بنلعب دايما على الارض وبنسلم رجل لرجل في الملعب، يعني بتبقى مشكله شويه. طبعا لما الملعب يبقى بالسوء اللي احنا شفناه دوت ممكن ياثر على الفرقه اللي ما بتلعبش طويل، اللي بتلعب زي ما حضرتك قلت من رجل لرجل كده، ولكن برضو التمرين مرتين او ثلاثه على الملعب ممكن يعني يحسس اللعيبه شويه بالملعب باماكنهم، بالاماكن السيئه في الملعب. برضو ان شاء الله يعني يبقى ماتش بعد بكره ان شاء الله يبقى كويس، ان شاء الله ان شاء الله تبقى يا رب تبقى الارضيه افضل يعني من اللي احنا شايفينها يعني ان شاء الله. ان شاء الله شيء مجهد الحقيقه، وانا هرجع للبدايات يعني بدايه كلامي مع في وجود حضرتك معانا، شيء يعني احنا ما بنلعبش ومجهدين الحقيقه، فكره انك انت تبقى طول الوقت بتطارد البطولات ومطالب منك انك انت تكون رقم واحد في كل مسابقه بتدخلها، يعني كره القدم للمتعه ولاعيب الكره بيحب ان هو يلعب عشان يتمتع، لكن فكره انه لما تكون لابس تيشرت نادي الاهلي تبقى مطالب انك انت كل ماتش بتلعبه مطالب انك انت تكسب، وكل بطوله بتلعبها مطالب انك انت تاخدها، اعتقد انت جربت ده موسم ونص كابتن احمد مع الاهلي. هو قدر سبحان الله، يعني قدر الاهلي والاهلاويه واللعيبه بتاعه الاهلي والاجهزه وحتى الجمهور دلوقتي بقينا خلاص يعني بتخلص من بطوله العشرة من قبل ما نخلص اصلا، ما قبل ما نفرح لسه ما فرحناش، فالعشرة جايه، ف ده بيدل ان النادي ماشي في طريق كويس، ان كل الناس بقت عندها طموح عالي، الطموح زاد، لان البطولات ما شاء الله يعني انت بتخش البطوله بتاخدها، اللي وراها بتاخدها، ما فيش حاجه الحمد لله بتعدي الا يعني قليل جدا، فده بيزود طموح حتى عند خلاص بقى عند حتى الجمهور. يعني طبعا بيدي ضغوط كبيره جدا على الاجهزه الفنيه، بيدي ضغوط جدا على اللعيبه، الموضوع بيبقى فيه لود، بس خلاص لما تبقى يعني متاسس ومتربي في النادي بيبقى بتبقى الى حد ما يعني طبعًا متعود وفاهم، لكن لما بتبقى جاي من بره بتاخد منك وقت عشان طبعًا تستوعب وازاي بتقدر تتاقلم وازاي بتقدر تتعامل. انت جيت من القناه؟ جيت من القناه 2003 2004 كان ده فرقه مع مانويل جوزيه. مانويل جوزيه يعني انا وكابتن تريكا وكابتن حسن مصطفى وكان بينيو. جينا في فتره الانتقالات بتاعه 2004 كان الفريق يعني ماشي ما كانش ماشي كويس، كان في تدعيمات الحمد لله الدور الثاني، حسن كان جاي من الاتحاد تقريبا وتريكا كان ترسانه وانا قناه وانت بالقناه وكان في برازيلي بينيو، ده كان برازيلي برده كان لعيب كويس شويه. الحمد لله في الدور دوت يمكن كسبنا 11 ماتش، تعادلنا مع المصري في بورسعيد وخسرنا ماتش واحد اللي هو الزمالك بتاع 2-1. الموضوع كان مختلف، الدور الاولاني كان فيه اخفاقات كتير شويه طبعا بقى زادت طبعا 2005 طبعا تدعيمات بقى تريكا بقى بركات وعماد واسلام والمجموعه اللي جت بعد كده وابو هاب الله يرحمه، فطبعا كانت بقى البدايه بتاعت الجيل الذهبي طبعا الانتفاضه طبعا اربعه نهائي افريقيا بتهيألي في اربع سنين ورا بعض خدنا منهم ثلاثه وصلنا على ثلاثه كانت حاجه جميله، وانا كنت الحمد لله يعني بتشرف ان انا كنت في اول 2005 كنت موجود يعني كنتش مقيد لكن كنت طبعا الحمد لله كنت موجود في الفرقه، فالواحد طبعا اللي قلت حضرتك ان القصه اللي بيجي برده من نوادي صغيره بتبقى الدنيا بالنسبه له صعبه شويه خصوصا لو مش جماهيريه يعني لان طبعا الدنيا هنا بتبقى مختلفه كتير يعني فالموضوع بيبقى محتاج وقت شويه والناس انت عارف ما بتصبرش فاحنا بنقول للناس اي لعيب كويس بيجي لك من حته خصوصا مش جماهيريه حاول يعني تلتمس له العذر شويه لان بيبقى محتاج وقت شويه. ضغطت عليك الجماهير جامد؟ والله هي كمان مش قصه الجماهير اكتر، انت عارف بتبقى احنا عندنا في مصر انطباع شويه بتاخد في الاول، فانت لما انا كنت جاي وكنت قاعد بقالي حوالي 24 يوم في السعوديه فحكيت انا القصه دي قبل كده كذا مره، فطبعا يعني الفتره اللي انت بتاخدها دي المفروض المفروض تاخد فتره اعداد كويسه، الراجل كان مصمم ان انا العب واشتغل وكان اتفرج عليا قبل كده في قناه كتير، فكان بيتكلم كويس معايا وبيقول لي مالكش دعوه انا عارف مستواك ماشي ما هم بس مش ده مستواي يعني وفي جمهور احنا مش بنلعب في نادي مش جماهيري مثلا عشان لا ده احنا كل حاجه بتتحسب علينا، فحاولت ان انا اتكلم معاه، بس طبعا قصه ان انت بتبقى في نادي كبير واملك ان انت تلعب وبتيجي وتلاقي واحد كمان سبورت ليك ان انت بتلعب وما فيش مشكله ما تقلقش وانا في ظهرك، لغايه بقى ما حصل مشكله بتاعت ماتش المقاولين اللي حصل فيها المشكله والتغييرات اللي حصلت والقصه، فطبعا
حصلت مشكله كبيره بيني وبينه. ف طب خلينا نروح لفاصل ونرجع الكلام نكمل كلامنا من ماتش المقاول. فاصل سريع ونرجع لكابتن احمد رضوان مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. مش عارف اسميها بدلك او يعني سوء حظ ولا في وقت من الاوقات ممكن تتفهم بانها ظلم وعدم تقدير، لكن في كل الاحوال القصه محتاجين نقف عندها شويه، خصوصا انه صعب على اي حد انه يحس انه بيحاسب على فاتوره مش هو المسؤول عنها. خليني ارحب مره ثانيه بكابتن احمد رضوان ضيفنا النهارده في السادسه. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك. وقفنا عند ماتش المقاولين، وانا عارف ان ماتش المقاولين ده بالنسبه لك يكاد يكون حجر زاويه، يكاد يكون منعطف حول الاتجاه او حول الخطط والاحلام بشكل كبير، مظبوط؟ كان انت شايفها الاول سوء حظ لا انا باخد الحمد لله. انا بص انا باخد الايجابي على طول الحمد لله. حد الايجابي فانا الايجابي ان انت دخلت النادي كان حلم ليك وحلم يعني لما تيجي تبص دلوقتي على 400 لعيب مثلا في الدوري الممتاز، لو جيت تسالهم هتلاقيهم كلهم اصلا امنياتهم كده ان هم يروحوا نادي الاهلي. أيوه. حتى في النادي الكبير الثاني اللي هو المنافس بتاعك. فده ده الايجابي اللي انا باخده. هي الفكرة تانية ان السيناريو الواحد كان حاطط سيناريو تاني، موضوع تاني مختلف خالص. كان الواحد حاسس بنفسه الحمد لله، كان عامل 4-5 سنين كويسين في القناة، الناس كانوا يتفرجوا عليك على طول. فالسيناريو التاني اللي كان محطوط الحمد لله ما حصلش، ولكن طبعا الحمد لله كله خير يعني. الماتش المقاولين هو كان السيناريو ان احنا ماتش المقاولين ده اللي مستر جوزيه عمل فيه تغييرين. هو انا عشان الناس تبقى فاهمة بس، انا كان عندي حاجتين. عندي التهاب في وتر اكيلس وعندي شوكه عظميه. والحاجتين دول بيجوا بسبب الالتهاب. الالتهاب ده بيجي بسبب ان انت بتخش على ماتشات وما بتكونش اخد فتره اعداد كويسه، لان انا جيت انا اتمرنتش مع الفرقه على فكره. انا لعبت ماتش الترسانه واول مره اشوف الناس في المعسكر بالليل. فده طبعا ده حاجات ما بتحصلش يعني. الراجل انا عارف ان هو كان مقتنع يعني، هو الفكره ان هو حابب احمد ومقتنع ومش هو بس، حتى كابتن خطيب ذات نفسه كان انا ما انساش حوالي 3-4 مرات يكلمني بعد كل ماتش، احمد احنا عارفينك، احنا اتفرجنا عليك، احنا على فكره ما اتفرجناش عليك سنه ولا ماتش، احنا اتفرجنا، احنا بقالنا 3 سنين بنتفرج عليك، فاحنا مقتنعين جدا بيك، ما تقلقش وما فيش مشكله واحنا في ظهرك يعني. كابتن خطيب ذات نفسه يعني. لكن هي طبعا الموضوع ان كان في اصابه، والاصابه دي كانت المفروض انت من اول تريح. ما جيت للاهلي يعني من اول ماتش ليك وانت بتلعب اساسي وقعدت اساسي طول الوقت. انا لعبت 19 ماتش متتالي يعني. ايوه طبعا الثلاث اربع الاولانيين بتلعب بمخزون بدني قديم عندك شويه، احنا عندنا حاجه اسمها مخزون بدني كده لما بتبقى بس بيحصل لك بقى مشاكل، بيحصل لك لما تيجي تلعب، لان احنا بنلعب كنا اربع وحد بطوله عربيه ودوري، بطوله عربيه ودوري، وبعدين خرجنا لما لعبنا ماتش كان بتهيألي الهلال السعودي كان اخر ماتش تعادلنا، وبعدين كابتن حسن ساعتها اخذ قرار ان احنا ما نكملش ودخلنا كملنا في الدوري وبعدين في الكاس. فطبعا كان متتالي القصه، وطبعا الماتش ده كان اللي قبليه كان الانبي وانا خرجت بين الشوطين، هو اللي حصل، خدت حقنه. قصدك على انه اللي حصل في ماتش انبي؟ في ماتش قبل النهائي وكان بينه وبينه 23 يوم ما اتمرنتش خالص 23 يوم. بس اللي حصل في انبي ان انا بين الشوطين طلبت من هاب علي ان انا اطلع وطلعت. طبيب الفريق نفس القصه حصلت مني ان مش قادر، الحقنه بتاعت الكورتيزون دي بتفك يعني بعد خلاص. على حظك بقى انه بعدها كانت هو دخل هو اول ما دخل قال يعني فيليكس وعادل اوت، فدخل فانا بسرعه رحت رايح للدكتور ايهاب قلت له على فكره انا مش قادر مش قادر اكمل عشان ما تعملوش 3 تغييرات فالحق روح له. طبعا راح له رجع لا ياخد حقنه تاني، فانا بقى لا اخد حقنه تاني ايه؟ الموضوع بتاعي يعني خلاص كده الدنيا. وكابتن ثابت بصراحه كان ليه موقف الله يرحمه يعني بصراحه الله يرحمه كان كان ليه موقف معايا في اليوم ده اشهد له بصراحه يعني. وقف وقال خلاص يعني الراجل رجلي باظت بسببنا يعني، فلا ستوب هنا خلاص كده مش هيقدر يكمل. فطبعا بعد كده بقى اتقال لي كنت خدت الحقنه وبتاع الحمد لله. بس انت سعيد بالتجربه في ككل طبعا, طبعاً. ايجابيا ان انت دخلت نادي اكبر نادي في افريقيا. انا برضو في القناه مهما تعمل ومهما احنا خدنا اللي هي الكونفدراليه اللي هي اسمها دلوقتي اللي بنلعب افريقيا كاس احنا خدناها في 99 في القناه ولا حد سمع عننا ولا الحمد لله لعبنا 3-4 سنين حاجه محترمه جدا، كنا بنكسب اهلي وكنا بنكسب زمالك. فرقه القناه كانت تقيله في سنه في الزمالك في سنه في 2000 بتاعت كابتن انور سلامه دي احنا كاسبين الزمالك 3 مرات مرتين كاس ومرتين ومره دوري. ف
بس في الاخر كان احمد رضوان محدش يعرفه، لكن لما دخلت القناه الاهلي طبعا لا الموضوع بقى مختلف يعني. لا لا بيفتح لك بوابات كتير كمان طبعا الحمد لله يعني. اتكلم معاك عن مشوار الاهلي السنه دي واحنا خارجين من سيزن على قد ما كان يعني مفرح للاهلاويه، لكن متعب كان متعب جدا طبعًا طبعًا وكان طويل جدا على الفرقه. متوقع ان السيزن اللي فات ده يكون ليه تاثير على السيزن ده، وسلبي ولا ايجابي من وجهه نظرك؟ لا انا شايف ان الموضوع رايح في حته ايجابيه كويس. في يعني في كمان كان عندنا مشاكل في الحته اللي فوق بالذات طبعا، محمد شريف طبعا واحمد ياسر وصلاح يعني هيحسنوا وطاهر قصه شويه وطاهر طبعا الحته اللي فوق دي، وهيقللوا الضغط شويه على مروان برده لان لازم ندعم مروان شويه او ندعمه كتير كمان، لان الراجل كان هو الوحيد اللي في الحته دي. فهي دي قصه ان انت بتبقى موجود وبتبقى زي ما انا قلت قبل كده ان المفروض يبقى في رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، مش موفق رقم واحد خصوصا في الحته اللي فوق دي بيبعد شويه عشان يجي رقم اثنين يشتغل عشان رقم ثلاثة يشتغل. فطبعا عدم وجود رقم اثنين ورقم ثلاثة فكان مروان هو اللي على طول موجود، فان شاء الله يساعدوه كويس. مبشرين كلهم ما شاء الله عليهم بصراحه يعني. الاهلي من وجهه نظرك دعم صفوفه بشكل كويس؟ طبعا صفقات كافيه طبعا، بنون في الحته اللي تحت هيبدأك الكوره سهله. ايمن اشرف لازم نديله حقه بصراحه الفتره اللي فاتت هايل. فالحته اللي تحت دي يمكن كان عندك شويه مش عايز اقصى على حد يعني، ولكن كان عندنا مشكله في الخروج من تحت خصوصا في مثلا في ماتش زي الزمالك لكن ماتش الفاينل اظن ان بنون هيحلها، عنده ثقه بيبدا من تحت مع عنده شخصيه الاهلي زي ما حضرتك قلت ان هو حتى قال لك انا كل البطولات هخش المفروض اخدها، فهو دي شخصيا جاي من نادي كبير اخد افريقيا قبل كده، فالموضوع بالنسبه له برده طموح عالي عنده يعني فريحنا في الحته دي، والولاد التانيين ريحونا في الحته اللي فوق شويه. انا الحته بتاعت الطرف اليمين بتاعت حسين شويه كنا محتاجين حد برده في ظهره هي دي القصه. محتاجين حد مع هاني، محتاج حد. لا انا شايف بيكهام برضو ممكن يؤدي الحته دي كويس، لكن في الحته اللي فوق الحته اللي فوق اللي عند حسين يعني يعني كنا محتاجين حاجه شبه زيزو كده لعيب بامكانيات بيتطور عنده سرعات، عندك مشكله في الحته اللي فوق خصوصا الحته دلوقتي ناحيه اليمين، لكن اظن الباقي كله تمام يعني. وورا الباك اليمين شايف انه محمد هاني لعيب هايل طبعا طبعا لا ده حاجه محترمه وحاجه مبشره وده اللي جاي لمنتخب مصر اللي جاي يعني ده ومازال. ولما هاني بيغيب بيبقى عندنا مشكلة طبعا. وعلى فكره كبيرة. لو تفتكر من فتره كده كنا دايما بنتكلم انه مركز مثلا راس الحربه في المنتخب، انا بتكلم مصر مش بتكلم اهلي بس، مروان كان مروان لو مروان مش فت قوي او مش فورم قوي كان دايما ما بقاش فيه طبعا. عندنا اختيارات كبيره يعني، نفس الحكايه بتهالي في الباك اليمين يعني، مع انه المكان ده طول عمره في مصر جاب اسماء يعني عالميه لكن تحس انه النهارده لا في ندره في المركز ده. لا بس انا شايف والله ان محمد هاني ما شاء الله يعني عامل كام سيزون محترمين كتوتال يعني كده خصوصا سنه صغير. انت بتتكلم مين ورا محمد هاني في المركز ده على مستوى مصر من وجهه نظرك؟ يعني لو هاني نمره واحد منتخب بكار كويس رجب بكار رجب بكار باك رايت هايل اسمه بتاع الزمالك الصغير احمد عيد من اللعيبه الهايله في انبي برضو في علي يعني في شايف ان المركز ما فيهوش مشكله لا ما فيهوش مشكله هي القصه ان انت تدي يعني اولا تلعب الاجندات بتاعتك تبقى تشتغل عليها وتدي الناس الثانيه يعني خصوصا في الماتشات الاجندات دي البعيده اللي هي الودي شوف الناس، لكن هي المشكله كلها ان احنا بنفضل مصممين على ناس وما بنشوفش ناس تانية. في ناس في من 3 4 سنين احمد جمعه ده كان في المصري كان مكسر الدنيا حقيقي كان غيره برده في حد تاني كان فيرود ما كانوش بياخدوا هو في لعيب ممكن يبقى بيكسر الدنيا وهو بيلعب مع فرقه في وسط يعني مش عايز اقول فرقه تقيله او ملهاش لا في فرقه ساعات بيبقى عندها جماهيريه وشعبيه بس اقصد اقول فرقه ما تعودتش انها تاخد بطولات طول الوقت تحس ان في لعيبه بتظهر فيها بتبقى نجوم كبيره جدا وممكن يروح منتخب مصر، لكن نفس اللعيب ده لما تاخده تحطه في فرقه زي الاهلي او يعني فرقه بتلعب على البطولات طول الوقت
تحس انه مش يعني هجوميته قلت. ده اللي بقول لحضرتك عليه ان النوعيات دي محتاجه عامل نفسي شويه يعني محتاج الراجل اللي موجود ده يعامله نفسيا شويه يفهم ان الراجل جاي زي ما بنقول كده من الضر للنار فلازم يديله واحده واحده ويختار التوقيت. واحنا بندردش مع بعض في الفاصل وكنا بنتكلم على مستر جوزي والفتره اللي وطبعا يعني بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاداره جوزي يعتبر افضل طبعًا. مدرب تولى بالنسبه لمصر كلها محدش انت يعني. قلت لي ان واحده من اهم انت اكيد عندك تركيبه نجاح الراجل ده يعني انت اشتغلت معاه سنه ونص واضح ان كان كمان كان مقتنع بقدراتك وكده شايف ايه اسباب نجاح مستر جوزي؟ ما انا بص اول حاجه جوزي جريء جدا فهمنا هو فهمنا فهم المصريين فهم ازاي ينجح هنا ما هو النجاح هو على فكره راح السعوديه ما نجحش ليه ما قدرش هناك يعمل اللي عمله هنا جوزيه هنا جريء جدا وكان بيعمل كل حاجه هو عايزها فقدر يسيطر على وده من النجاح لما ببقى انا موجود وصاحب الراي الاول والاخير في الفرقه بنجح. موسيماني عنده القدره على انه يكرر تجربه جوزيه؟ اه طبعا موسيماني كان وفايلر كان عنده بس هي القصه كلها قيسوا الناس دي بالتايم بتاع جوزيه. جوزيه قعد 3 ولايات 5 وكان في قبلها بسنه وكان بعديها بتالي جه سنتين فالمده كان طويله يعني يمكن عدى 9 سنين ولا 10 سنين الراجل كويس ودخل بدري بس لازم نشيد بقى بكابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه لازم نشيد بكابتن سامي قمصان لان الناس دي هي اللي دخلت الراجل بدري كانت ممكن تاخره في الشغل لكن الناس بمعنى دي بمعنى ايه تاخره في الشغل؟ بمعنى ما تقربوش من الفرقه بسرعه واضح ان الراجل جه لقى الفرقه معروفه لقى الدنيا مستسلمه ورق مفهوم الفرقه فين مين اللي بيلعب مين اللي ما بيلعبش انا ممكن اجي على الفرقه واتعب اتعب عبال ما اوصل للتشكيل أيوه. لكن لما اجي والاقي الدنيا جاهزه والاقي حاجتي جاهزه فبخش في الدوري بسرعه وده اللي حصل لموسيماني بصراحه يعني. جوزيه نفسيا كان ناجح مع نجوم النادي الاهلي لان في الفتره دي نجوم مصر كلها موجوده منتخب مصر صحيح فلازم كان بيتعامل كان بيتصادم مع ناس في كان لا هو فظيع عمل حاجات بدون ذكر اسامي مع ناس كبيره في محاضرات لا صعب جدا صعب جدا يعني هو فظيع هو شخصيه قويه جدا 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 والكل كان بيخاف منه والناس واللعيبه كانت بتتقبل ده منه لان هو برده كان عنده حب ولا بخوف لا هو كان عنده حته برده هو ذكي مع جرأته هو قادر يوصل لك ان هو بيعمل الكلام ده لمصلحتك ومصلحه التيم يعني بيجي عليك بيقصوا عليك شويه بس عشان ياخد اقصى حاجه عندك مش حبا في القسوه يعني لا 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 مش زي ما بيقول السادية يعني هو مش في كل المواقف كان قاسي لدرجه ان انت يعني تقول لا انا مش هتعامل مع البني ادم ده بيبان كتير عليه وكان ليه بقى حاجات بصراحه كويسه كتير يعني انت اشتغلت انسانيه يعني. اشتغلت تدريب يا كابتن احمد انا من 2010 انا مدرب الحمد لله استفدت يعني. من جوزيه كمدرب وانت بتلعب مش وانت بتلعب بقى انا في شغل انا في شغل بعمله منه بس الفكره احنا في فرق بين الكوتش وبين المدرب المدرب ده انا ممكن اعمل اسبوع تدريب عالمي اجيب كل الشغل بتاعه او الشغل بتاع اي حاجه بتاع النت أيوه. بس اجي في الماتش مش شايف مش فاهم مشاكل فين مش عارف تقرا مش عارف مش فاهم مش فاهم الناس التانية بتخرج ازاي بتوصل لي ازاي فلازم انا ابقى كوتش قبل طبعا 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 بره الناس جوارديولا ده معاه 19 واحد بيعملوا ايه كل هو قصته 90 دقيقه وايه مشاكلي والاسبوع والاسبوع او الكام يوم اللي بعد الماتش هنحل المشاكل دي ازاي ونشتغل عليها ازاي كرة موسيماني مع الاهلي اختلفت او يعني شفت في فرق في عن مين عن فايلر يعني وبما انه طبعا في نهايه فايلر يعني ولكن انا شايف برضو فايلر كان بدايته كانت افضل شويه من موسيماني بس هي الفكره كلها ان بص هي فلسفه الراجل واضح جاي جدا واضح ان هو جاي يلعب من تحت بيبدا بلحظه الاستحواذ كويس وليه حلول احنا شفنا كورته يعني كورته مش غريبه احنا شفنا كورته مع سان داونز اكتر من مناسبه لا لا والناس اللي فوق كان يعني ومفترض انه الاهلي بامكانياته وامكانيات لعيبته اعلى كمان من سان داونز يعني يريح المدير الفني وهو جاي يطبق فكر معين او ينفذ لا وامكانيات نادي كمان غير مختلفه خالص اكيد عن اللي هناك يعني في كل حاجه يعني
فلا ينجح يعني الراجل برضو عنده، اصل هي مش مقارنه يعني الموضوع مش لا مقارنه، لا مش بقارن بين، لا بس انا يعني بشوف رايتك انت شخصيا، لكن لا لا راجل كويس، راجل هايل يعني. انا في ماتش الزمالك مثلا خدت عليه كام حاجه كده ما عجبتنيش، في شغلنا باينه يعني. انا بيبقى مثلا في لحظه الضغط دي لازم بنضغط مع بعض، ما ينفعش ان مروان يضغط 3-4 مرات مثلا وما اقومش اقول له لا اللي انت عملته ده غلط، لان ما فيش حاجه اسمها ان انا اضغط لوحدي واقعد اجري لوحدي والفرق بيني وبين الثلاثه اللي ورايا مثلا 30-40 يارده، فده ده ده فك ده فك لي القصه بالنسبه لي، فك لي التيم يعني. فدي بس اللي انا خدتها عليه، لكن هو الراجل بيبدا من تحت، الراجل مدي واضح جدا ان هو كمان بيتعامل نفسيا كويس جدا مع الناس، فموصل الناس ان هي تقدر تشتغل بأريحية، مفيش ضغوط على اللعيب. إذا كان الأهلي يعمل صفقة واحدة قبل ما يلعب في كأس عالم الأندية، تحب مين يكون الصفقة دي؟ زيزو. بدون كلام. بص هو اللعيب هايل. دي وجهة نظرك طبعاً. وهو إحنا عندنا حتة الحتة دي عندنا فيها مشكلة. ما عندناش سرعات. ولو من بره مصر. حاجة شبهه. يعني حد شبهه بالستايل ده بالسرعات دي، لان انت خلي بالك لما بتلعب بالثلاثه اللي تحت الفيرود لازم طرفين عندك سرعه. انت دلوقتي كهربا هيحل لك القصه دي، طب الحته الثانيه هيبقى فيها مشكله شويه. ماتش سوني ديب صعب من وجهه نظرك في غياب ثلاث لعيبه يعني تقال حقيقه يعني، قفشه ربيعه سوليه طبعا، ومعاهم كمان كده كده يعني دول بسبب كورونا، لكن عندنا كمان وليد واجاي مش مسافرين اساسا مع الفرقه لان في اصابات، وعندنا مستر موسيماني شخصيا مش رايح لانه برده في اصابه كورونا، وناصر ماهر عنده خلع في الكتف، فاحنا بنتكلم على فرقه ثانيه وكلهم الحقيقه لعيبه مفنشين سيزون يعني. واحنا مش عايزين نخض الناس، ولكن طبعا عدم وجود المدير الفني دي بتبقى مشكله كبيره، ولكن انا بقول بالناشد الناس طبعا هم قايمين بالدور هايل، كابتن سيد وسامي والناس المجموعه اللي موجوده، فان شاء الله هيقوموا بالدور دوت ويقللوا ان الراجل عدم وجوده ما ياثرش كتير. التاثير الكبير على رقم 10 قفشه بصراحه في الفتره اللي فاتت قايم بدور هايل في الحته دي، حسسنا شويه ان رقم 10 ما عندناش مشكله فيه. يعني السوليه طبعا لعيب كبير وماشي بمستوى هايل، ولكن مكانه في ناس يعني حمدي واكرم وديانج طبعاً رجوعه طبعا تقل النادي طبعا تقل الفرقه جوه، طبعا لسه ما ظهرش الماتش اللي فات كان لسه مش جاهز واضح. ايوه ده طبيعي عشان الناس ما تستعجلش. لا 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 لكن هو وصل قبل الاصابه كان حاجه محترمه جدا جدا يعني طبعاً جدا يعني، وفرق مع الاهلي في ماتش الزمالك كتير. احنا ماتش الزمالك كله بيحلق، هو الوحيد اللي هو موجود، لا هو الوحيد بيستخلص الكوره بحاجه محترمه. صحيح. فهي المشكله شويه ممكن تبقى في حته 10 قفشه صالح. الجيل ده يعني احنا فزنا بالتسعه، شايف الجيل ده ممكن يكون عنده قدره على انه يسيطر سنين جايه يعني انت ولا برضو تبعد عننا وجيلنا وتبعد لا عننا؟ لا ان شاء الله مش هتبعد، لان انت خلي بالك عملت تدعيمات محترمه في الاماكن اللي انت محتاجها. يعني انت كان عندك مشكله في حته بتاعت السرد باك الثاني ويعني تدعيم هايل من مجلس الاداره بصراحه في موضوع بنون ده. كهربا وياسر والناس اللي جت فوق هيحلوا لنا كتير يعني. لا دي تدعيمات، دي تدعيمات كبيره يعني. فاظن ان شاء الله ان احنا العشره سهله ان شاء الله، مفيش حاجه سهله طبعا. أيوه. ولكن من ماتش لماتش الدنيا ممكن تروح في حته كويسه. الدوري السنه دي يعني السنه اللي فاتت الاهلي قدر يحسم المنافسه من بدري قوي وبفارق كبير جدا، والسنه دي وتقريبا سيطر على السنه دي بقى فيها كلام كتير يعني. ناس كتير بتقول نسخه الدوري 2020 2021 مختلفه تماما، وهيبقى فيها منافسه اكتر وهيبقى فيها ماتشات صعبه اكتر وهيبقى فيها غل كره اكتر. من الثاني للخامس. من الثاني للخامس. لكن الاول شايف الاهلي يغرد منفرد، موضوع منتهي. لا لا الفرقه ما شاء الله احسن فرقه ونفس طويل. انت مش قصه ان انت بتلعب ماتشين وخلاص، انت ما شاء الله يعني بتاخد كل ماتش بماتشه، بتاخد الثلاثة بونت وكمان بتجيب اهداف كويسه، ثلاث اهداف في كل ماتش، فلا انت رايح في حته كويسه ان شاء الله. الدوري يعني ان شاء الله باذن الله يعني للاهلي، هي المشكله طبعا هتبقى بقى في الحتت اللي تحت، لان طبعا البنك كسب النهارده، سيراميكا داخل بقوه، عملوا احنا اقوى سنه اتعملت فيها صفقات السنه دي.
ما هو عشان كده عدوا ال 150 صفقه او ال 200 صفقه. بنتكلم في نادي واحد ممكن يكون عمل اكتر من 20 صفقه. البنك 25 سيراميكا 25 فدي 50 لعيب بس جم في فرقتين واظن برده 25 اسوان. فانت بتتكلم في 75 لعيب في ثلاث فرق بس. فالتدعيمات للفرق اللي طلعت هتعمل طبعا مشاكل. احنا شايفين الانتاج كمان بيخسر الماتش التالي. خسران ثلاثة النهارده من طبعا فطبعا عنده بونت واحد. مبروك لكابتن محمد يوسف طبعا. طبعا مبروك لكابتن ثلاثة بونت مهمين جدا. عاملين طبعا برضو سيراميكا برضو بصراحة عندها فرق كويسة. أسوان طبعا يعني أسوان علامة كاملة زي الأهلي. أسوان ستة بونت. لكن هم دول اللي عاملين هم دول اللي حسوا ان الدوري هيتغير يعني هيتغير الشكل لكن مش هيتغير فوق يعني. هيتغير في الحته من الثاني للخامس. لكن شايف ان المنافسه محسومه برضو للاهلي. طب خليني اكلمك اكتر عن حاجه كنا بنعاني منها برضو السنه اللي فاتت. فكره الغيابات وانه صفوفك دايما ما كانتش كامله. لو عدلت اوراقك في الهجوم تلاقي عندك مشاكل في الدفاع والعكس الصحيح وهكذا. تقريبا دي حاجه فضلت مكمله معانا لغايه نهايه الموسم. وفي اوقات كتيره جدا كان في لعيبه كتير بتلعب في غير مراكزها. اكيد السنه دي العكس الصحيح. السنه دي انت عندك وفره تقريبا في كل خطوط ومطمن حتى في حاله غياب كارت او اتنين ان عندك كروت كتيره جدا تقدر تملى المكان. ده يعمل ايه بين اللعيبه وبين بعضهم يا كابتن احمد؟ يعني فكره انه يبقى في صراع على انك انت تحجز رقم واحد في 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 مركزك ده جوه النادي الاهلي. وانت كنت في فرقه طبعا طلعت مع فرقه يعني احنا كنا في 12 بيطلعوا 12 اسامي اصلا مرعبه يعني. كله في صالح النادي في الوقت ده. يبقى كله في صالح النادي. هي الفكره كلها ان هو صراع زي ما قلت لحضرتك بين رقم واحد ورقم اثنين ولو في رقم ثلاثه. لكن القصه في النادي لا تمام. انت عندك الاثنين بيلعبوا وياسر موجود في الحته اللي تحت. محمد هاني بيلعب بيكهام موجود. ناحيه الشمال في الاثنين هايلين ويلعبوا ما فيش مشكله. ديفندرات عندنا لو بتلعب باثنين ديفندرات لا عندك اربعه هايلين يلعبوا. الحته اللي فوق كويسه. هي بس القصه طبعا زي ما قلنا على رقم 10 ده. كان يعني لازم حد بعد قفشه برضه. يعني الحته بتاعه الطرف اليمين ورقم 10 ده وناصر ربنا يشفيه. طبعاً المشكله ان الاماكن دي بيبقى اصاباتها كتير شويه. لان بيبقى فيه التحامات كتير معاه. فممكن هي الاماكن دي اللي بتعمل واحد واثنين وثلاثه كمان. يمكن الاماكن اللي تحت ممكن تجيب واحد سيرد باك تلعبه باك رايت. ممكن باك رايت تلعبه سيرد باك مفيش مشكله زي محمد هاني اصلا. لكن هي الحته بتاعت 10 دي لازم بتعمل واحد واثنين وثلاثه. فاظن ان احنا كنا محتاجين حد برده في ظهر الاثنين اللي متعورين دلوقتي. توقعاتك ايه لكاس العالم للانديه؟ والله طبعا يعني النوادي نفسك في ايه؟ يعني انت نفسك في ايه؟ يعني نفسي نلعب نهائي يعني طبعا. ده يعني تبقى حاجه محترمه وحاجه اظن في ما اعرفش مين اللي وصل لها قبل كده في افريقيا او في العرب. مش عارف حد وصل لها. كان في العين وصل نهائي. العين العين مع حسين لما لعب. يا رب نلعب نهائي طبعا. هتبقى حاجه محترمه جدا يعني ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد. شرف ليا. اشكرك شكرا جزيلا على وقتك في بيتنا ان شاء الله. باذن الله يعني نتقابل ويكون في اجواء احتفاليه ان شاء الله يكرر فيها الاهلي يفوزوا ببطوله جديده. بشكر حضرتك على وجودك معنا مره ثانيه. وبشكر حضراتكم على المتابعه. ونقابل حضراتكم بقى بكره. هتكون حلقه هنركز فيها على اللمسات الاخيره التاتشات الاخيره قبل بدايه مشوار او انطلاق مشوار نادي الاهلي في النسخه الجديده من دوري ابطال افريقيا. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله. تحياتي لكم.